ويفضل الكثير من الصائمين التخلي عن وجبة السحور، وهو ما يعرض صحتهم في بعض الأحيان للخطر نظير الجهد الذي يبذلونه خلال طيلة اليوم. تفاصيل هذا الموضوع مع سيد أحمد هديبل ومحمد إقبال هباسة. هي ما تنسحر وهي ما تنسحرش، على حساب عجوز إذا نهارت ودارت السحور نسحر وليدو. صافي اليوم أنا صايم 9 أيام، أنا مسحر واحد ربع أيام برك، 5 جور ما كاش، ما سحرتش. عادي نورمال. هو حال العديد من المواطنين الذين يفضلون الصيام دون وجبة السحور، رغم أن اليوم طويل وشاق خصوصا على العمال. الاستغناء عن السحور يراه الأطباء أمرا قد يؤدي بصاحبه إلى الضرر، فالجسم يحتاج إلى الطاقة من أجل مقاومة يوم كامل من الصيام. واللي ما يسحرش هو بعد يستناه نهار طويل وفيه تعب، وهو لا راه عامل فيه تعب، ولا ثاني يعطش لكل حاجات الحين في النهار في الفطور، ولا لازم ضروري يتسحر باش يشرب الكميه تاع الماء الكافيه للجسم باش يقدر يقاوم بها في النهار. والناس اللي يعملوا واللي عندهم حركه كبيره كما الفلاحين وكم لازم يتسحروا باش يقدروا تكون عندهم طاقه باش يقاوموا في النهار. وإن كان للسحور دور في صحة الصائم، فالدين الإسلامي أتى ليؤكد ذلك، فهو بمثابة سنة أوصانا بها رسولنا الكريم وبركة من الله عز وجل. فهو وقت مبارك، وكذلك يصادف تأخيره كما ورد في السنة، السحور بركة في نفسه، وتأخيره سنة أخرى حتى يستيقظ المسلم ليؤدي هذه الفريضة والشعيرة العظيمة وهي صلاة الفجر التي تشهدها الملائكة. ثم إنه من البركة أيضا أن المتسحر قد استجاب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه. باستغناء الصائم عن وجبة السحور يكون قد ضيع على نفسه الأجر الكبير في الشهر الفضيل، كما أنه قد يؤدي بنفسه إلى الضرر.